باهي الاسم من بعده مصطفى الدلاجي باش يتفوق عليك. نكتة ورجع للستار. نعم انزل الستار ساعة لي هذاك. نكتة وارجع للستار. ما تحبش تحكي عليه مصطفى الدلاجي؟ نكتة وارجع للستار. فنان ناجح؟ نكتة وارجع للستار. ربي يبارك فيك يرحم والديك. وربي يبارك فيك وربي يعاون كل مؤمن. يعيشك. من الاخر. ما تحبش تعطي رايك فيه؟ قلت لك من الاخر. مازال بيناتكم المشكل ما تفضلتش الحكاية؟ لا ما تتفضلش الحكاية، ما حكاية أنت لا مازال باش تمشي للقضاء. عند القضاء هي تو موجودة، ما كانوش مسلم في حقي. ما نسلمش في حقي. خذلك غنية ولا؟ لا 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 لا. ثم أمور. حب من عندي 17 و18 مليون وشوهوا لي سمعتي في التلف، شوهوا لي سمعتي في التلفزة. 14 مليون و600 تقريبا قال يحب منك. هو قال. أنا عندي وثائق رسمية متاعي، عطيتك متاعي، أنا عطيتك متاعي، أنا مديتك متاعي. باهي. أنا عندي وثائق رسمية. ما أكثرش من هذا، علاش باش نكذب عليك؟ أما أنت شوهت لي سمعتي. كل واحد يتحمل مسؤوليته. باهي. كل واحد يتحمل مسؤوليته. ربي يعاون كل مؤمن. اما قال واعمل الخير وانساه واعمل الشر وتفكروا يا زارعين الشوك ما تحصدوا كان المر. ظالمك يا مصطفى الدلاجي، تبلى عليك فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. عندي وثائق رسميه في يدي. وثائق رسمية تاع شنو؟ وعندي التسجيلات عندي في داري. امتى شنو؟ بعت له اغاني سجلت له؟ تو بعد عاد انت تو كل شيء يبان. باش تشكي به؟ وهي موجودة في القضاء القضية شنو؟ ما هو بالمرحلة كل حد ياخذ نتاعو. انت تجي تقف، تجي تقف تسبني ومنصف زبلة ومنصف بيه ومن كذا ومن إلى عن على فيه و17 مليون في يده تدور من شهر من 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 قناة القناة. وقت اللي أنا طلبت حق الرد، طلبت حق الرد، جيت باش نرجع وجيت حتى للمكان هو في ذات نفسه واللي صاحب البرنامج، الناس كل مشات. ها سي لطفي العماري مازال حي ربي يطول في عمره. ما قبلوكش تتعد؟ ما قبلني حتى حد.